يوم من الايام اجى رجال لقى مرته تبكي. ها ابوي ايش بيك؟ قالت له والله اني من اطلع للحوش العصافير يباعن علي. من يباعن علي وشعري وهذا وجسمي طالع زحمه عيب من الله، فشلون اني؟ قلت يا بعد عمري اروح لك فدوه وبوس بيها. فهاي المره الرجال تسوي باس المره من راسي وراح قص الشجره خرب شحت العصافير وقص الشجره وقال لك كريمه لعت والله راح طين الشغل اجى لقى مرته وهي عشيقه سوى ما كتب الرجال والله خذ اللي يريده من غرابه وشرد هج وين راح؟ راح القريه مجاور القريه مرته باوع لقوا العقله مشارده ها يا الاولاد ها شكو قال انسرقت خزينه الملك يا اخي ما حد يمشي بخلسه على اطراف رجليه هذا شنو؟ قال له هذا الشيخ والملا مال هذا الرجل ابتدي يشنط قال لهم والله لقيت اللي والله وبالله وتلا لقيت اللي سرق خزينه الملك هو مش مقربه قالوا لي مين هو؟ قال لهم تودوني للملك. راح ودوا الملك قال لهم هذا الشيخ اللي يصير باقي، واذا مو هو طلع باقي انا ابتل راسي. حقيقة حين يكون الكلام والله بالله حين يكون الكلام عن الفضيلة مبالغ فيه يعني. فهذا دليل عن اخفاء جرم ما.